شايف الفريق هذه المرة ازاي؟ شايفه هل فريق مصر 2023 او 2024 هو فريق مصر 2021؟ لا، احنا بالاداء اللي احنا عملناه في 14 مباراه وخسرنا منهم مباراه واحده قدام تونس سواء ودي او رسمي، يعني عملنا ماتشين انا بشوف انهم كويسين جدا قدام بلجيكا وقدام الجزائر. ده المؤشر بتاعي ان احنا بنلعب في نزعه هجوميه شويه، نقدر يعني نعمل تهديد للمنافس بتاع اللي بيلعب قدامنا، مش بنلعب بشكل دفاعي بحت، ويعني مش قادرين نعمل جمل هجومية. دلوقتي بنقدر نعمل ده. فيتوريا كمدير فني شايفه ازاي؟ نجح حتى الآن، يعني عامل 14 مباراة، كسبان 12، تعادل في واحدة وخسر واحدة. لا يعني الأداء تحسن، مش ببص لماتش تنزانيا الاخراني، ببص لماتشات قبل كده، بشوف ان احنا احسن طبعا. يعني هل لو ما خدناش البطوله بنعتذر طبعا، استاذ حسن عنده حساسيه فهو جالنا وهو عنده حساسيه، مش كورونا جداً حساسيه جداً. لا ولا يهمك. هل لو ما خدناش البطوله ده يعتبر فشل ولا يعتبر ايه؟ ولا يكفينا الوصول المربع الذهبي ولا ايه؟ ده سؤال كويس جدا. عارفه ليه؟ لان احنا يعني انفعالاتنا وردود فعلنا صعبة جدا. يا البطولة ونفرح، لو خدنا المركز الثاني فشل، شيلوا المدرب، شيلوا الاتحاد، شيلوا مش عارف ايه. في 2006 كان لازم في تقييم موضوعي لأداء الفريق علشان يبقى الناس رد فعلها سليم. اقول لك حاجه، لما تعادلنا مع الجزائر، شوف انا برجع للجزائر تاني، الناس كانت مبسوطه، الجمهور كان مبسوط لان الاداء كان جميل. برافو عليك. كنا مستمتعين بالمباراه وباداء المنتخب. طب ما احنا كسبنا تنزانيا 2 ومضيعين 4 اهداف، بس الناس مش مبسوطه. الناس عندها ترمومتر صادق وحقيقي، والتحليل لازم يكون زي ما الناس بيبقى فيها انطباعات، يعني لازم يبقى قريب من هذه الانطباعات. يعني مش معقول ابدا نخسر بطوله ونبقى المركز الثاني فيبقى فيه فشل، وتبقى كارثه، وتبقى نكسه، وتبقى اتحاد لازم يمشي، ولعيبه مش عارف ايه محليه وكلام من ده. لازم المفاهيم دي تتغير.